النادي الاهلي سيبدا بتشكيل ايضا في مفاجاه وحيده هقولها لحضراتكم حالا. محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، اثنين سنتر باكس محمود متولي وياسر ابراهيم، ثم حمدي فتحي وبجانبه عمرو السوليه، وثلاثي امام جونيور اجاي او خلف جونيور اجاي. جونيور اجاي سيكون مهاجما وحيدا في هذه المباراه، ومن خلفه رمضان صبحي ناحيه الشمال، حسين الشحات ناحيه اليمين، ومن خلف جونيور اجاي سيكون محمد مجدي قفشه. ده التشكيل امام حضراتكم، التشكيل الرسمي للنادي الاهلي، الشناوي وفتحي، احمد فتحي ومحمود متولي وياسر ابراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، وعلى اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال رمضان صبحي. ثم مفاجاه هذه المباراه سواء للسويسري ريني فايلر جونيور اجاي، وعلى الدكه هنشوف بقى مروان محسن وصلاح محسن، الاثنين هيكونوا متواجدين على الدكه، وايضا على الجانب الاخر محمد ونجم هو راس حربه نادي الزمالك، وعمر السعيد و اللاعب مصطفى محمد، الاثنين ايضا سيكونوا على دكه البدلاء او لا، انا ما اعرفش الزمالك، ولكن بالنسبه للنادي الاهلي عاملين هذه التشكيله الرسميه سواء لنادي الاهلي او لنادي الزمالك. انا بشكرك يا كابتن ايمن، شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي بعد المباراه، وانا عارف ان انت عندك موضوع الحكم الخامس ده عايز تتكلم عنه، ولكن هنتكلم عنه بعد نهايه هذه المباراه. شكرا كابتن ايمن. شكرا كابتن سليم. شكرا جزيلا للكابتن ايمن دجيش. خلوني اطلع تقرير من أهم نجومنا نجم